ردت. شايفه من بعيد بينادي. هو ايه ده الخازوق يا عينيا؟ انت ما بتحركش يالا. انت شطار عبيط. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت المفروض انت اللي شجعني ان انا اكلم بنات. ايه اللي انت بتقوله يا اهبل ده؟ ما هو الكلام ده يا حبيبي انا هحرضك عليه واشجعك من كل قلبي لو انت تعرفها كل يوم واحده وتسيبها. لكن انت تعرف الواحده ان هي هتخزوقك تفضل تصلي وتصوم 3 شهور وتدعي ربنا ان انت تنساها وفي الاخر بيجي عليا انا تحت وبيحطوا عليا تحت في التارجت بتاعي. يا دي انت عايز ايه دلوقتي؟ سيبك يا حبيبي من البنات والهبل ده. ركز هتاخد من 500 جنيه من ابوك عشان تروح السخنه ازاي؟ انا اتخنقت هنا. عايز نروح السخنه؟ ايوه يا حبيبي على الاقل هناك هنعرف نعمل اي ذنوب اي معاصي اي نيه على دماغنا. هنا انت ابوك قاعد معايشه في كوفي يا عم هموت حران. حر يا ابني انت شطان. انت من النار. انت شطان يا اهبل. تخيل انت بقى درجه الحراره جهنم تحت انا بستحملها عادي. اللي ابوك معايشك فيه كل شويه طف التكييفات والمراوع دي انا هموت يخرب بيتك. لا سامحك يابا الشيطان نفسه مش مستحمل الحر ده. يلا ركز ربنا معاك لو لقيت اي حل ما تقوليش.